طب دكتور نهله بقى، احنا كل فتره بنرجع تاني لموضوع متحور، كورونا جديد يا جماعه، عندنا فيروس جديد يا جماعه، الكلام ده كله، فمش فيروس، خلينا نقول متحور عشان بس كلمه فيروس دي كبيره قوي، فكل شويه بنخش في القصه دي تاني. واحنا طبعا دلوقتي زي ما كنا بنقول، او زي ما كانت هبه دلوقتي بتقول في الانترو بتاعنا، ده الوقت بتاع بقى الشتاء وانتشار الانفلونزا والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها، فالناس المفروض تعمل ايه، تاخد بالها من ايه، وضعنا واصل لفين في موضوع متحورات كورونا دي؟ هو بصي، هو فيروس، هو فيروس عشان ما يعني بس ما ياخدش ولا حاجه، نقول متحور اصل فيروس، ما هو ما هو لا هو متحور اصل فيروس، انه في الاصل فيروس بيظهر منه يعني متحورات بسيطه فيرجن جديد، عشان بالظبط احنا متفقين مع بعض ان احنا من بدايه الكورونا قلنا ان الكورونا مش هينتهي لكن هيتحور. من بدايه الاوميكرون زمان قوي قوي قلنا ان ده يعتبر كانه فاكسين على خفيف، لان هو بيجي بصوره مش قويه قوي، احنا مش عايزين دلوقتي نهول ولا نهون، يعني متحور الجديد دلوقتي بتعتبريه فاكسين او بيجي بصوره طفيفه جدا، بيجي برد عادي، مش كل الناس، ما احنا عايزين نعرف اعراضه يا دكتور بقى، مش كل الناس يعني هو يعني اعراضه مختلفه عن اللي حصل لنا فتره الكورونا، ولا ده هيبقى اعراضه؟ هو الفكره في ان هو يعني النوع من انواع، انت كل حد عنده حاجه ضعيفه في جسمه فهو بيأتاكل الحاجه الضعيفه، بس في المجمل العادي هو يعتبر دور برد عادي، يعني زي كانه عندك انفلونزا. بس حضرتك قلتي حاجه مهمه جدا وخطيره جدا من شويه، وهي مش كل الناس بيجي لها على صوره برد عادي. مين لا قدر الله الناس اللي ممكن ده الموضوع يتفاقم معاها، يعني الناس اللي هي عندها امراض مزمنه، الاطفال وكبار السن، يعني دي ده اللي ممكن يبقى بالنسبه لهم قوي شويه عليهم او ياثر عليهم فيما بعد. الافرازات اللي بتطلع من في الرئه ممكن تاثر على نشاط الحيوي بتاعهم بعد كده، ممكن لا قدر الله يعمل تليف على اللونج ران لو ما اتعالجش، او ما خدش مذيبات للبلغم او تعالج الاعراض. هي في المجمل يعني في العادي بتاعنا دايما بنقول احنا بنعالج الاعراض بتاعتنا، الا اذا حاجتين، ارتفاع درجه الحراره بصوره مستمره لازم يلجا للمستشفى، مهم جدا. اعراض تنفسيه، حاسس مش قادر ياخد نفسه، الافرازات ماليه صدره جامد جدا، ففي حاله زي كده في اتاك على الرئه، والموضوع ممكن بقى يبقى جراند جلاس ابييرنس والحاجات اللي هي بيقولوا عليها بالزبط. خطر قوي في بتصيب الرئه والكلام ده بالظبط، لازم ياخد المضاد الحيوي المناسب. يعني انا دايما بقول هو طبعا الدكاتره ساعات يقولوا ايه، لا طب المضاد الحيوي احنا هنديله البرود سبيكترم او اللي هو الواسع المجال وخلاص عشان نلحق العيان بتاعنا قبل المزرعه، فاحنا ممكن نوصل بين الحاجتين، هي المزرعه مهمه جدا، ان هو يعني ناخد منه عينه للمزرعه ونبتدي معاه يعني ايه بروت سبيكترم انتي بايوتيك لغايه لما تظهر المزرعه، بحيث احنا عملنا نعمل الحاجتين، انما المفروض انه ما يتاخرش. احنا بناخد مضاد حيوي ساعات كتير قوي مع انه فيروس، احنا المفروض الفيروس مالوش مضاد حيوي، المضاد الحيوي للبكتيريا بس صحيح. احيانا الفيروس بيتعب في المناعه شويه فيبتدي ان توب معاها بكتيريا الانفكشن، فبيبقى الافرازات كتير قوي قوي عليها، فبتحتاجي طبعا انتي بايوتيك يخش معانا على الخط على طول يساعد القصه دي في انها تنزل. صحيح.